طيب، تمام. لأنه عندنا كلام كتير جدا وكلام مهم جدا فيما يخص ما حدث منذ أن انتهت مباراة إثيوبيا، منتخب مصر مع إثيوبيا، وحتى الآن بيني وبينكم، يعني لأنه إحنا كل يوم بنسمع أشياء كثيرة جدا وأمور كثيرة جدا. أبدأ بالمؤتمر الصحفي، وساعة حاول البعض بعد ساعة اتكلم فيها كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حاول البعض من لا يشجع النادي الأهلي بعد المؤتمر الصحفي، وراح قال لك ايه يعني ما اصل المؤتمر وما سبحان الله. بالليل كان الرد. يعني هو الحقيقه طبعا ربنا يعني. الحقيقه انه الناس تقريبا اتعودت على حاجه، اتعودوا على ان عشان تاخد حقك لازم تزعق وتتخانق بالظبط كده. هي الناس خدت على كده تقريبا. فلما يطلع مؤتمر بهذا الشكل ليس فيه اي تجني على حد بالظبط، هو سرد للحقائق والمعلومات، وفي نفس الوقت في طلبات وفي برنامج بيتقدم من خلال المؤتمر. يعني طبعا كابتن محمود الخطيب امبارح مش بس استعرض، لا ده طرح افكار لتنظيم مثل هذه الاحداث، استقبل افكار من بعض الصحفيين برضه. بالظبط كده. يعني اذا المساله ما هياش مساله ان انا ازعق واتخانق، لا، انت لما يكون معاك الحق انت بتعرض وجهة نظرك وبتقول وبعد كده بتسيب بمنتهى الاحترام، بمنتهى الاحترام والهدوء، والهدوء بالظبط كده. يعني مفيش ضجيج يعني بمعنى اصح. وفي ناس كتيرة جدا ابتدوا يتكلموا بعد المؤتمر، بس الاجابة جات لهم، يقولك المؤتمر ده ليه؟ يعني بيشككوا في قيمة ان هذا المؤتمر يعقد. للأسف الشديد ان ده تجني واضح جدا، وكأن الناس عايزه النادي الاهلي يتظلم وما يسكت، ما يقولش الحقيقه انه الرد جه بقى بعد انعقاد المؤتمر او انتهاء المؤتمر. احنا شفنا امبارح الفضائيات كلها، نعم، عباره عن تبادل للاتهامات اللي هو بيطلع لك في النهايه الحقيقه. نعم. يعني في برنامج الاستاذ احمد موسى جه الاستاذ جمال علام، استاذ احمد مجاهد، واحمد بيه احمد بيه مجاهد وجمال بيه علام، ده حسب السياق الحواري يعني، ومدير عام التنفيذي وكله اتكلم وبيلقي المسؤوليه على الاخر. انا بقى شايف كمان ان اهم مداخله امبارح للمهندس هاني ابو ريده، اللي انا شخصيا وكلنا كنا بنطالب انت فين يا باش مهندس، بس هو طلع بيان كمان يوميها الساعه 4 اعتقد. ايوه، المداخله بقى كانت ايه؟ شافيه. لا، المداخله الحقيقه كانت واضحه جدا، واكد فيها الجزئيه الاساسيه للنادي الاهلي بيسعى لتاكيدها، وهي انه اتحاد الكوره هو المسؤول عن اختيار الانديه، لانه طبعا الانديه مش سوري يعني مش هتشم على ظهر ايديها. عندنا الموضوع ده، هو مش الموضوع ده، لا يعني المفروض يا استاذ جمال، يا استاذ محمود، يا استاذ سامي، يا استاذ عصام، نعم يا فندم، هي نيجيريا كان عندها فريق، ده بقى موضوع بديهي جدا جدا جدا، كان عندها فريق في كان عندها في دور ال4 لا في دوري ابطال اوروبا، ماشي اوكي، عندها في دور 4. لا، السنغال السنغال ولا نيجيريا تقصد؟ السنغال في دور 64 ماشي، خرج من دور 64 بالتالي. لا، وفي نقطه مهمه يعني. كل الجواب اللي جه يوم 19 يناير لم يكن هناك اي رؤيه واضحه لمين اللي هيوصل للنهائي. فيعني ده يرد على الناس اللي بتقول ايه بالظبط كده، انه النادي الاهلي هو اللي بينظم، او الزمالك اللي بينظم، او بيراميدز كويس، او المصري. هي القصة كلها أن تنظيم هذا الحدث ليس مسؤولية النادي. ويا جماعة نشوف النهائي اللي تنظم في المغرب، مين اللي بينظمه؟ الاتحاد المغربي. الاتحاد المغربي صح؟ يعني ما هواش نادي الوداد. الكاف 2020 لو لم يصل طول 2020 هنا الدكتور اشرف صبحي الاتحاد المصري هم اللي بعتوا واتصالات وقال لك هنعمل قرعه لو فرقه من هنا وفرقه من هنا، ولما عملوها جت على مصر برضه. الكلام بقى اللي بيتقال على انه النادي الاهلي كان المفروض من البدايه هو اللي يقدم، مش شغله النادي، اقول لك على حاجه، مش شغله النادي الاهلي. النادي الاهلي لم يخاطب
باي خطاب رسمي يا فندم. ما هو لو في خطاب رسمي كنتوا كانوا طلعوه بالظبط كده محتاجه. وبعدين الاتحاد كمان استاذ جمال اصلا الانديه لو راحت للكاف تقول له اغيثونا هيقول له روح للاتحاد الدولي. والاتحاد الدولي نفس الحكايه, نفس الحكاية. انت مش هتتعامل مع الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي الا من خلال الاتحاد الوطني, من خلال البوابه اللي هو الاتحاد المصري. يبقى احنا بقى عشان الموضوع خد كلام كتير قوي. انت في حافه نقطه.